الرحيم الحيم احمد الامين العام الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين بالمغرب. بالمناسبه هي نقابه او منظمه مهنيه مستقله، يندرج هذا اللقاء ضمن الانشطه التي يقوم بها الاتحاد الوطني للتجار بالمغرب، وخاصة كان هذا اللقاء الذي نظمه كذلك المكتب الإقليمي بشراكة مع المكتب المحلي تحت إشراف الأمانة العامة. كان الهدف هو تجسيد واقع أصحاب المقاهي على مستوى الإقليم، وخلص الاجتماع على فعلا بأن القطاع أصبح يعرف أزمة اقتصادية نتيجة لمجموعة من العوامل، نتيجة لمجموع من الأسباب، وتم تجسيد كل العوامل بما فيها الضرائب، كثرة الضرائب، كثرة الأتاوة، بالإضافة إلى مراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 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 أمور أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع والذي أفاد الكأس، بالإضافة إلى ارتفاع ثمن البن الذي كان تقريبا ب 70 درهم أو 80 درهم أو 90، أصبح ثمن الكيلو الواحد ب 140 أو 150 درهم حتى ال 160، وهذا دافع أساسي لكي ملقى هو اليوم اللي جا كيقول لك بأنه أصبح هامش الربح شبه أصبح منعدم لدى ملقاهو، مما جعله أن يكمل من ماله ومن مصاريفه اليومية التي كانت على حساب أولاده وحساب عائلته. ولكن خلص الاجتماع على أساس بأن تمت الزيادة في ثمن القهوة، يعني درهمين لكل 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 مشروب، يعني ابتداء من فاتح ماي 2024 سوف تكون زيادة بسيطة جدا وفي كل مشروب. فهذا الجمع الحمد لله خرج بعدة بيانات، من بينها واحد الزيادة اللي كنظنوا كنا بأنها منطقية ديال جوج دراهم، متفقنا عليها، لأن كيف كيعرف الجميع هذا المنتوج ديال البن مؤخرا عرفوا واحد الزيادة كبيرة، وكثير من الأشياء اللي تزات من المشروبات من كثير من الأشياء. فهذا القطاع للأسف هو قطاع هش، لأنه للأسف كيشغل واحد طبقة كبيرة في المجتمع المغربي، يعني أقل قهوة كنلقاوها في الصعيد ديال المملكة كتشغل 4-6 ديال الناس، ولكن ضروا لأن كثير من الأشياء كي مثلا ضرائب، كاين تسوية وضعيات ديال الخدامة، كاين زيادة في كل المواد اللي كنشتغلوا بها. فارتقى المكتب والاتحاد العام الشغالين باش تكون واحد زيادة منطقية على الزبون.